ناخذ ويف فورم ثانيه. تذكر هذول راح تشوفوهم لما نيجي على ستيب ويف انفرترز. كلمه ستيب ويف يعني ويف كانها ستيبت، كانها الويف فورم ستيبت. فعندي راح اخذ نفس الشيء، هاي باي على 3، باي على 3، باي على 3، هاي باي، بعدين باي على 3، باي على 3، باي على 3، هاي 2 باي. عندي هون راح تكون قيمتها ام، نص ام، وهون ام، هاي ام ناقص. اوكي هاي بيريوديك الويف فورم. عندي هاي بلس ام، هاي ماينس ام، هاي ماينس ام على 2، وهاي بلس ام على 2. اوكي نفس الشيء هلا بدنا نعمل. تذكروا اذا بدكم القاعده تذكروها بسهوله، بربع ايش؟ ماجنتيود، ما بربع الزمن. اذا صار عندي ببساطه بقدر الان شو اعمل؟ هاي للويف فورم الكليه، انسى الباي، بالنسبه للويف فورم الكليه قديش نسبتها؟ نص 2 على 3. هاي بالنسبه للويف فورم الاصليه قديش العرض تبعها؟ 6 سدس، 1 2 3 4 5 6. بهاي الحاله، مش كل الحالات بس بهاي الحاله، هذول كلهم متساويين. فهاي قيمتها السدس او زمنها السدس، وهاي زمنها السدس، وهاي زمنها السدس، وهاي زمنها السدس. او اذا بدك تحكيها بشكل علمي هي باي على 3 على 2 باي على باي. مزبوط، باي على 3 على 2 باي شو بتعطيني؟ هاي تشطب مع الباي بتصير 1 على 6. مزبوط، مش بدي اكامل، بدي احط هذا، بدي احط له تكامل تحت الجذر، مش هيك؟ مدته قديش راح تكون؟ راح تكون 1 على 6 من الفتره الكليه بعد ما اقسم على 2 مره. اذا راح تصير عندي هلا في ار ام اس بتساوي اذا حبيتوا تحطوا الام، حطوا الام برا او خلوها جوا، خلوا الام جوا. راح تصير عندي هلا هون عندي 1 على 6، قديش قيمة الام فيها بهذيك الفترة؟ ام على 2، فبتصير ام على 2 تربيع بربع الماجنتيود، زائد بعدين عندي فترة رح تكون 1 على 6، قديش الماجنتيود؟ ام. بعدين فترة 1 على 6 ام على 2 تربيع، زائد 1 على 6 ناقص ام على 2 تربيع، زائد 1 على 6 ناقص ام تربيع، زائد 1 على 6 ام ناقص ام على 2 تربيع. وانا لقيت الباي مع الباي مع الباي، ها؟ فصار عندي هلا هون راح يصير عندي هاي كم وحده في منها؟ الام على 2، 1 2 3 4، والناقص راح يروح كله بالتربيع، مش هيك؟ فراح يصير عندي 4 على 6 في ام على 2 تربيع، زائد 2 على 6 في ام تربيع، وتساوي 4 على 6 بتصير 2 على 3، وهاي عندي بتصير ام سكوير على 4، زائد 2 على 3 ام سكوير. 2 مع ال 4 راح يصير عندي 1، وهون 6، 1 على 6 زائد، مزبوط هاي 2 على 3 8 على 3، مزبوط. بتصير قديش كلها 8 على 3؟ 1 على 6 بتصير 2 على 3، 5 على 6 صحيح، لأنه هاي 4 على 6، 1 على 6، 5 على 6 في ام سكوير تحت الجذر بتساوي جذر 5 على 6. خلينا نتأكد إن الجواب مضبوط، 12 ماشي. هاي مش 2 على 3، هاي 1 على 3، مش هيك؟ لأنها 1 على 6 و 1 على 6، مش هيك؟ 2 على 6، 2 على 6 و 1 على 6، 3 على 6 اللي هي بتصير نص. مظبوط، مش هاي 2 على 6؟ 4 على 6، 2 على 6. يا ماشي، هذا بالنسبة للـ RMS، فأي ويف فورم